الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليلُه، أرسله رحمةً للعالمين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، يتجدد على كل رأس سنة هجرية حدث تذكرنا به هذه الحادثة، إنها حادثة الهجرة، إنها الهجرة إلى الله ورسوله، وليست الهجرة هي الانطلاق من مكة إلى المدينة، بل الهجرة لها معان كثيرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متى بدأت الهجرة؟ وكيف كانت الهجرة؟ إن أول هجرة على وجه الأرض عرفها البشر كانت في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنه أول من أعلن الهجرة على وجه الأرض، فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خرج من أرض العراق، حيث هناك الكفر والشقاق والنفاق، حيث الإلحاد، حيث عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة حتى الكواكب في السماء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وناظرهم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. ويحرق إبراهيم في العراق من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولما نجاه الله جل جلاله قال له والده: اهجرني مليا، أيخرج عني، لا تبقى معي. فهنالك قرر إبراهيم الهجرة والخروج من موطنه، من أرضه التي عاش فيها وترعرع فيها ونما فيها، فخرج فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فكانت وجهته هي الشام، وكانت الشام أول دار هجرة على وجه الأرض. هاجر إبراهيم إلى الشام، وفي الشام كان بيت المقدس. أسس إبراهيم بيت المقدس في أرض الشام، لأنها أول دار هجرة هاجر إليها. وهاجر إليها إبراهيم مرتان، من العراق إليها، وأخرى من مصر إليها. ثم تأتي
الهجرة الثانية لإبراهيم، وهي هجرته إلى أرض الحجاز ومعه زوجه هاجر ليسكنها بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وهناك أيضا رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل من بيت الله الحرام، فكانت أرض الحجاز وكانت أرض الشام كلتاهما دار هجرة، فبعث الله في دار الهجرة بالشام غالبية أنبياء بني إسرائيل، وبعث الله في دار الهجرة بالحجاز إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من بعده. ولكن كيف أصبحت مكة وهي دار هجرة أولى، كيف أصبحت أيضا دار يهاجر منها عندما امتلأت بالأصنام التي استخدمها عمرو بن لحي الخزاعي عليه من الله ما يستحق، أول من استخدم الأصنام إلى بيت الله الحرام؟ فامتلأت مكة بالأصنام، وامتلأ المسجد الحرام حتى وضع هبل صنم في جوف الكعبة، وأحيط بالكعبة بالأصنام من كل اتجاه، وهناك أطبقت الجاهلية. فأراد الله جل جلاله بالبشرية خيرا، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة التي امتلأ بيت الله الحرام بالأصنام التي تعبد من دون الله، اختار الله جل جلاله منها محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت هجرته من بيوتات مكة إلى غار حراء. فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل تلك البيوتات ويصعد إلى قمة جبل حراء ليعتزل الناس مهاجرا إلى الله، وهناك في غار حراء وهو مهاجر إلى ربه لسان حاله كما قال إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هناك، وما أدراكم ما هناك، في ذلك الغار وفي ليلة القدر نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بروح من الله، بروح من أمر الله، بنور من عند الله، بهدى من الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونظرة أخرى إلى التاريخ السابق للنبي صلى الله عليه وسلم، نلحظ ثمة هجرات متنوعة مفترقة في زمانها، منها هجرة أصحاب الكهف عندما هجروا ديارهم وأوطانهم وآووا إلى كهف لا ماء ولا مرعى، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهناك وغير بعيد لوط عليه الصلاة والسلام مع بناته يخرج مهاجرا قبل الفجر حتى ينجو بفضل الله وبرحمة الله من عذاب محقق على قومه، فجعلنا عاليها سافلها. كان النبي يهاجر ويعقبه العذاب في قومه، إلا إبراهيم فهاجر ولم يعذب قومه من بعده، ومحمد صلى الله عليه وسلم هاجر ولم يعذب قومه من بعده، لأنهما قد ملأ الله جل جلاله قلبيهما بالرحمة والحنان. إن إبراهيم لأواه حليم، إبراهيم صاحب رحمة، حتى قيل في اسمه إبراهيم أن معناها أب رحيم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي ملأ الله قلبه رحمة وبعثه رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى خديجة يقرأ عليها القرآن، وما هي إلا أيام أو شهور، وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر.
وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فتبدأ الهجرة الأولى، وهي هجر الرجس، هجر الأصنام، لأن الأصنام رجس من عمل الشيطان. فيهجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هاجرا ومهاجرا لها عنها، كان مهاجرا عنها وكان هاجرا لها، لكن نزل والرجس فاهجر، فتأكد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الهجرة الأخرى، وهي هجرة الفسقة، هجرة الفجرة، هجرة الكفرة، واهجرهم هجرا جميلا. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام وعبادها، وأصبح صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مهاجر إلى ربه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أصنامهم لا يقربها، وعباداتهم لا يشاركهم فيها، ويدعو إلى الله، يدعو إلى الله، لسان حاله يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبدأت الأذية عليه وعلى أصحابه، فجاء الإذن بالهجرة الأولى إلى الحبشة. فهجر الصحابة الكرام إلى الحبشة الهجرة الأولى، وفيهم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية. وهاجر عثمان في الهجرة الأولى إلى الحبش، وهاجر معه من هاجر. ثم جاء الخبر بعد نزول سورة والنجم: إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. حتى تلا النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع قريش، حتى تلا عليهم قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فلما تلا أسماء هذه الأصنام سجدت قريش، أو سجد المشركون منهم عندما سمعوا أسماء آلهتهم. ونطق الشيطان وأسمع قريشا أو هؤلاء، أسمعهم الشيطان صوته، قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتها لترتجى. فلما سمعوا هذه الكلمة من الشيطان وليست من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: خلاص، هذا ما كنا نريد، أن تذكر أصنامنا بخير. ولم يذكرها بخير، ووصل الخبر للحبشة أن مكة دخلت الإسلام. فعاد المهاجرون إلى مكة فوجدوها أشد مما كانت عليه، والأذى أشد مما كان عليه، والقتل بدأ في المسلمين. فقتلت أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط، وزوجها ياسر أبو عمار، وضرب عمار بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم في أشد العذاب في سبيل الله، ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. آل ياسر مستضعفون، لم يستطيعوا الهجرة إلى الحبشة، فكان هذا العذاب ينتظرهم، ولكن الشهادة كانت بفضل الله عز وجل نصيبهم. فأول شهيدة في الإسلام امرأة سمية، ثم تبعها زوجها، وجيء بزنيرة فضربت على وجهها وقد أسلمت حتى ذهب بصرها، فدعت الله إن كانت على الحق أن يرد الله جل جلاله عليها بصرها، فرجع إليها بصرها. إنه الإيمان
الذي دخلت بشاشته شغاف القلوب، علم المستضعفون أن هذا هو الحق. عذب بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، ووضع على صدره الحجر في شدة الحر، وضرب بالسياط، وقيل له قل هبل كلمة واحدة نخفف عنك، فيقول أحد 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 أحد. فقيل له بعد ذلك يا بلال كيف تحملت شدة لسع السياط وحرارة الرمضاء؟ قال قارنت ذلك بحلاوة الإيمان فغلبت حلاوة الإيمان مرارة العذاب. في هذا الجو المفعم بالظلم والقتل وسفك الدماء والسب والشتم وهتك الأعراض، جاء الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر هو وأصحابه. وأول ما بدأت الهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ونزلت عليه سور، وكان من ضمن السور التي نزلت إبان الهجرة سورة الكهف، وفيها هجرة أصحاب الكهف إلى كهفهم فأوئل الكهف، ومن ضمن ما نزل سورة يوسف، وفيها قصة إخوة يوسف مع يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم، وقرارهم الأخير لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، والنتيجة النهائية التي كانت تنتظر يوسف أن يكون على خزائن أرض مصر، وأن يستوي على عرش مصر ملكا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. وكان في ذلك بيان أن المستقبل لهذا الدين، وأن الله ناصر النبي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وأنه هاجر إلى أرض ذات نخيل وماء، وقع في روعه أو في نفسه أنها البحرين، يعني الأحساء، وقع في نفسه أن الهجرة إلى الأحساء. وإذا كانت الهجرة إلى الأحساء من مكة فمعنى ذلك أن المسافة 1000 كيلو وزياد. فأراد الله جل جلاله أن يرحم الأمة، واختار الله لهم المدينة، وبعث وفدا من أهل المدينة إلى مكة يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. وكانوا النقباء 6 وهم الذين حملوا الإسلام إلى المدينة، وجاء بعدهم الوفد الآخر، وخرج معهم أول مهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم بدأ الإسلام ينتشر في المدينة دار الهجرة، والصحابة يخرجون فرادى وجماعات، حتى هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت هجرته علنا، قال أيها الناس إني ذاهب إلى ربي، فمن ثكلته أمه فليقف في الطريق. فلم يقف أحد في طريقه، هاجر عمر. وأبو بكر رضي الله عنه تحدثه نفسه بالهجرة تارة وبالصحبة تارة، والصحبة يعني صحبة رسول الله أحب إليه، وتنزل سورة ياسين بعد اتخاذ القرار الآثم الغاشم في دار الندوة، حيث اجتمعت قريش وقالوا ماذا نفعل وأصحاب محمد بدأوا يخرجون، ماذا نفعل بمحمد؟ وحضر الشيطان هذا اللقاء، حضر الشيطان في صورة شيخ نجدي يستمع لآرائهم وأقوالهم ويصوب منها ما شاء، فصوب رأي أبي جهل الذي قال نستدعي 40 شابا من قبائل العرب ونعطي لكل شاب سيف، ثم يبيتون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمدا، يبيتون محمدا ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فترضى بنو هاشم بالدية فنعطي لهم الدية مضاعفة. هز الشيطان رأسه وقال نعم هذا هو الرأي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ويأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن له بالهجرة، وقد جاء الأربعين، قد جاء الأربعون شابا وطوقوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا عند بابه. ويداخل البيت علي بن أبي طالب، لأنه تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل معه منذ أخذه طفلا لم يبلغ العاشرة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وعلي معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، نم على فراشي والبس دثاري. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. والخبر عن هؤلاء الأربعون شابا ماذا فعل الله بهم: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اخرج يا رسول الله فلن تراك عين البتة. خرج وقبض قبضة من التراب ونذرها عليهم وهم مقمحون نائمون لا يبصرون شيئا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة في النهار وليس ليلا، وتوجه إلى بيت أبي بكر وطرق عليه من النافذة ولم يأتي من الباب. من؟ رسول الله. يأتي أبو بكر: تفضل ادخل يا رسول الله، أمعك أحد؟ لا، إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني زوجتك عائشة وأمها كلهم محارم، إنما هم أهلك. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي بكر: أوذن لي بالهجرة. فيقول أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا أبا بكر رضي الله عنه. أيها المؤمنون، استغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر وعبد الله بن أريقط دليلهما، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيهما بالأخبار، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تأتيهم بالطعام، وقد اختفيا في غار ثور جنوب مكة، والنبي يريد المدينة صلى الله عليه وسلم لكنه يخرج من جنوب مكة، ويجلس في الغار 3 أيام. وعندما وصل للغار قال الصديق رضي الله عنه: على رسلك يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان فيه ما يؤذيني ولا يؤذيك. دخل الصديق الغار فإذا به قد ملئ بالجحرات، قد ملئ بالجحور، جمع جحر وجحر، وإذا بأبي بكر يمزق رداءه ويسد تلك الثغور إلا ثغرا واحدا لم يجد ما يسده به فسده بظهره، ثم قال: ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الغار مع الصديق، ونام صلى الله عليه وسلم نومة خفيفة، وأثناء نومته إذا بثعبان يلسع الصديق، والصديق يتحمل الألم خشية أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمعت عيناه فسقطت دمعة على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: قد سددت هذه الثغور إلا واحد وفيه ثعبان أو فيه حية. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على موضع اللسع فذهب، وما هي إلا دقائق وإذا بالعدو يقفون على الغار يتكلمون، العين تبصرهم والأذن تسمع كلامهم. فأخذ الخوف يأخذ من أبي بكر كل ما أخذ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر،
ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وتعود قريش ولم تجد خبرا ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وابن أريقط معهم وهو كافر مشرك وقد أعلنت قريش أن من جاء بخبر أو جاء بهما حيين أو ميتين فله بكل واحد منهما 100 من الإبل أي 200 من الإبل وعبد الله بن أريقط عنده خبر لكنها الأمانة كانت عندهم وحتى وهم مشركون خرج النبي مهاجرا إلى المدينة وفي الطريق وما أدراكم ما الطريق لو نظرتم إلى أبي بكر تارة يتقدم بين يدي رسول الله وأخرى يتخلف عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر تتقدم وتتأخر قال يا رسول الله أذكر الرصد فأتقدم وأذكر الطلب فتأخر الرصد أمامنا فأتقدم حتى إذا صار شيء يصير لي وأذكر الطلب من خلفك فأتأخر ولما وصل إلى منتصف الطريق وصل الخبر إلى سراقة فانطلق وأبصرهما وفي قلبه من حب الدنيا ما في قلبه يريد الجائزة الكبرى 200 من الإبل فانطلق على جواده والنبي لا يلتفت البتة لأنه يرى من خلفه كما يرى من أمام لكن الصديق يلتفت وأبصره النبي وأبصره الصديق فلما اقترب بلعت الأرض جواده حتى وصل إلى البطن ولم يستطع يتقدم فقال الأمان الأمان أعطوني الأمان ولكم مني ألا أن أرد عنكم فأعطوه فخان وانطلق ثانية فغاص فرسوا في الأرض للمرة الثانية فعندها علم أنه نبي وأنه منصور فطلب الأمانة ودخل الإسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي كتابا إذا أعلى الله شأنك على قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى سبحان الله يا أبا بكر اكتب لسراقة أن يلبس سواري كسرى وفعلا في خلافة عمر بن الخطاب سقطت فارس وجيء إلى عمر بن الخطاب بملابس كسرى وسواريه وجاء سراقة بكتاب كتبه أبو بكر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا عمر قال ألبسوا سراقة ملابس كسرى فلبس ملابس كسرى وسواريه وأخذها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بها في وقت يطارد فيه النبي وهو يوزع غنائم العالم أيها المؤمنون وفي الطريق يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند خيمة أم معبد وبيت آل أبي بكر لا يعلم ما الخبر فقامت أم معبد عندما سألها عندك شاة تحلب قالت لا إلا هذه الشاة مريضة لا تحلب قال أتأذنين لنا بحلبها قالت نعم وهي تضحك تسخر كيف تحلب شاة مريضة منعها الإعياء أن تلحق بالغنم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وقال ناولين الآنية فحلب حتى ملأ جميع أوانيها ثم شرب أبو بكر وابن أريقط والنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا لها كل آنيتها ملأ والنبي يحلب وهذه المرأة تراقب النبي صلى الله عليه وسلم فما وصفه أحد في خلقته كما وصفته هذه المرأة أم معبد أما أهل مكة فجاء إليهم رجل من الجن صالح نحسبه والله حسيبه يخبر آل أبي بكر بوجهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالبر
وارتحل به فقد أفلح من أمسى رفيق محمد وهو الصديق رضي الله عنه. ولما اقترب من المدينة وكان أهل المدينة ينتظرونهم بفارغ الصبر وفي وقت الظهيرة وشدة الهاجرة، عاد الصحابة إلى بيوتهم إلا يهودي واحد بقي على رأس نخلة يرقب مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليهودي هو الذي بشر أهل المدينة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي هذا حظكم. فخرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا يحملون السلاح والطبول والدفوف، وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسان حالهم يقول: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. وإن كان من أهل التفسير من قال، من أهل السيرة من قال أن هذه الأبيات قيلت في عودته من تبوك، والله أعلم بالمراد. وصل النبي إلى طرف المدينة الجنوبي في مسجد في مكان قباء، فأسس في ذلك المكان أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. أيها المؤمنون، أصبحت المدينة دار هجرة، وأصبح المهاجرون قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته إلى المدينة يطلق عليهم المهاجرون. تاب الله عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وعلى رأس هؤلاء المهاجرين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. وبقيت الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة إلا من مكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، أما الهجرة فماضية إلى قيام الساعة. والهجرة أربعة أنواع: هجرة القلوب، وهي أفضل أنواع الهجرة، أن يهاجر قلبك إلى الله جل جلاله فتهجر كل شيء سوى الله، وأن يكون الله أنيسك، الله جليسك، وأن يكون ليس في قلبك سوى الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الثانية: هجرة مكان المعصية، أن تهاجر من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، ودليلها هجرة قاتل مئة نفس الذي هاجر من مكان القتل الذي قتل فيه مئة نفس إلى أرض أخرى لم يقتل فيها أحد ومات في الطريق فغفر له. أما الثالثة فهي هجرة أصحاب السوء الذين يدعون إلى السوء ويحضون إلى السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أما الرابعة فهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهي ماضية إلى قيام الساعة، ولا يستثنى منها إلا هؤلاء الذين سأذكر. من كان للمسلمين مصلحة في بقائه في ديار الكفر، كالعيون التي تأتي بأخبار الكفار، أو كالسفراء الذين يكونون في دول الكفر، أو كطلبة العلم الذين يطلبون العلم في بلدانهم ليعودوا بذلك إلى ديار المسلمين، فهؤلاء يجوز لهم البقاء في ديار الكفر. وكذلك من أسس مكانا في ديار الكفر أقام فيه الدين، فإنه لا يجوز له أن يخرج من ذلك المكان وقد أسس فيه مسجدا أو أسس فيه مكانا يذكر فيه اسم الله جل جلاله، حتى لا يحتل الكفرة ذلك المكان الذي عبد الله جل جلاله فيه. أيها المؤمنون، اعلموا أن الهجرة ماضية إلى قيام الساعة، وهي إحدى ثلاث هم أعظم ما في هذا الدين: أولها الإسلام، والثاني الهجرة، والثالث الحج. هؤلاء هذه الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجب ما قبلها من الذنوب. عندما جاء عمرو بن العاص يريد الدخول في الإسلام فقال: يا رسول الله، أبسط يدك وبايعك. بسط النبي يده
قبض عمرو يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ أي هؤلاء الثلاث ما قبلهم من الآثام مغفور، فمن أسلم غفر له ما قبل الإسلام، ومن هاجر غفر له ما قبل الهجرة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك، اللهم اجعل آمالنا معلقة بك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر دينك وتعلي كلمتك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك. اللهم إنا نسألك لطفا من عندك بإخواننا المستضعفين في الأرض الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم احفظ إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين بحفظك واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي عهده، خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانصر بهم عبادك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغث بلادنا وسائر بلدان المسلمين، وأغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وسودات وجمع لكلمة المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا من أتباعه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.